اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا هلا. اهلا وسهلا. يا هلا. اهلين. للاخوان جميعا، اخ رايد كمان رئيس مجلس المحلي. يا هلا وسهلا. رايد رايد. شرفتونا. وين وايم؟ اه يلا. تفضل. يلا تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. يا وطن ضلت بشهد المكرمين نشوان، ويجعود ليل الالف بالجولة تشيبو، ويا وطن ويا غيم شتي كرم ومواهب وقسطان، من شان سطح الفكر تشقع مزاريبو. كرام أصحاب إرث من الأعراف والتقاليد، مبنية على الوئام والسلم والمحبة. وأول ذي بدء أدعو رئيس المجلس المحلي بسمة الأستاذ رائد كبهة ليبارك لنا هذا اللقاء. ضيوفنا الأعزاء من برطع إلى التالية، أعلن أننا شركاء في هذا الوطن. قد تختلف بنا المذاهب ولكن يجمعنا التوحيد. قد نختلف في شتى الأمور ولكن كلنا من أديم هذا الوطن. إن أخطر خطيئة يرتكبها الفرد هي أن يؤمن أنه أسمى من أن يرتكب الأخطاء، فالخلاف أمر طبيعي ولا يسلم منه أحد. أناشد الجميع أن نعمل معاً لمنع الفتنة وإعادة المياه إلى مجاريها، فعصرنا عصر العلم وليس عصر السيف، وعلينا تقع مسؤولية جماعية كقيادة سياسية تربوية واجتماعية ودينية، وألا نرقص على أنغام موسيقى الفتنة والطائفية، ونعمل على تربية التسامح وتقبل الغير. ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. وأهلا وسهلا بكم جميعا. لكي يضرب لنا المثل والقدرة في تطبيق قيم التسامح وترسيخ معانيها بين الناس قولا وفعلا. مساء الخير صديقي وزميلي بل أخي رائد كبهة رئيس المجلس المحلي. قبل أن أتطرق في كلمتي، اسمحوا لي أن أسترسل وأخاطبكم من القلب إلى القلب، لا أن أكون مكتوبا ولا منسوخا. أريد أن أقول أننا جئنا من دالة الكرمل شيوخا وشبابا، الإمام، المشايخ، رؤساء المجالس السابقين، عضو الكنيسة السابق، نواب الرئيس، أعضاء المجلس المحلي، وجميع من واكب هذا الوفد الذي جاء أولا ليقول أننا نعتذر إذا كان أحدنا قد أخطأ ولقد أخطأ في تصرفاته تجاه المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جئنا إلى هنا لنقول لكم أننا بلد واحد. برطة قد شمرت إلا أنها بلد، وقرانا قد بعدت أو ابتعدت إلا أنها كتلة واحدة، وإن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. وفي هذا المجال نحن لا خلاف في الرأي بيننا. نحن نعيش في عصر طغت فيه العصبية والتزمت على التسامح والمساواة والفكر النير. انظروا ماذا يحدث هذه الأيام في إسرائيل،
يتحدثون عن دولة القومية أو عن قومية الدولة. ماذا يقصدون في ذلك؟ يقصدون تهميشكم وتهميشنا، يقصدون إقصاء من هو ليس بيهودي. نحن طبعا نرفض هذا القانون رفضا باتا من أوله إلى آخره، جملة وتفصيلا، من حرفه الأول إلى حرفه الأخير. نحن شعب واحد وفكر واحد ونضال واحد، وإن اختلفت الآراء أحيانا، وإن اختلفت السبل والأساليب لنيل هذا الحق. لذلك جئنا من دائرة الكرب لنقول لكم أننا اضطهدنا وتألمنا وشعرنا بالخجل عندما شاهدنا الشريط. هذه ليست مبادئنا، هذا ليس ديننا، هذه ليست عاداتنا، هذه ليست أقوالنا، هذه ليست تصريحاتنا، هذا ليس فكرنا. لذلك ابشروا خيرا، نحن دائما قلوبنا معكم، فنحن معكم، والله ولي التوفيق، وشكرا لكم على الاستقبال. شكرا للأستاذ رفيق حلبي.